أول مواضيع صباح العربية اليوم من تونس وتحديدا من تكرونة قرية أمازيغية في ولاية سوسة ساحلية تونسية كانت سابقا حصنا حصنا عسكريا خلال الحرب العالمية الثانية أما اليوم فهي وجهة سياحية لقاصد التاريخ والتراث التونسي موفدة العربية زينة روابدة زارت القرية وأعدت لنا هذا التقرير نتابع ما ان تدخل معتمديه فيضه وتقطع بضعه كيلومترات حتى ترى امامك هذا المشهد المبهر هنا تكرونه قريه امازيغيه هي الاقدم في سوسه تقبع اعلى صخره عملاقه عمرها ضرب في القدم ويروق للكثير تسميتها اخر القلاع الامازيغيه في الساحل التونسي وهي التي كانت فعلا حصنا عسكريا خلال الحرب العالميه الثانيه اليوم هي وجهه سياحيه يزورها الباحث عن صورة تعكس التاريخ والثقافة والتراث التونسي الأصيل هادية جدا معناها على هذاك الجيل هنا معناها يعني أغلبية الناس مثلا تقام يعيشوا في مدن كبيرة وكل كام يجي المكان كي من هذا مستحيل اللي ما يحبوش فهمتني آه ناس طيبين آه يجي لهنا يشوف معناها الحياة الطبيعية نتاع العباد كيفاش تعيش لهنا معناها يعني فماش حتى أدنى شك اللي هما ما يحبوش المكان هذا ما من شخص زار تكرونة ولا يعرف حميدة لا بل وكثر يزورونها تحديدا للقائها وتذوق خبز الطابون من يدها والكسكسي التونسي الأصيل الذي تعده يوميا بيديها منذ سنوات حميدة ابنة تكرونة كبرت وترعرعت فيها وبيتها مفتوح على الدوام للسياح من أبناء تونس والخارج حتى باتت اليوم رمزا من رموز القرية خاطر قوة متحم رحبوا بهم كلمة طيبة. ولقمة طيبة، أعمل كلمة أخي أكثر من التكنولوجيا ولو البسيطة وصلت إلى تكرونة مع مرور السنين. الإنترنت والفضائيات حاضرة هنا، لكن أساسيات أخرى لا يزال الوصول إليها صعبا، أبرزها المياه. فأهالي تكرونة يشكون شحها خاصة خلال الصيف. ما دفعهم للتخلي عن الزراعة لصالح مهن أخرى في المعتمديات والمدن المجاورة بعد أن كان سكانها يوما يتجاوزون عددا سكان معتمدية فيضة لا يسكن تكرون اليوم إلا 630 نسمة هؤلاء يصرون على البقاء هنا ويتمسكون بهويتهم التكرونية الأصيلة من ولاية سوسة تونسية زين الروابدة العربية